بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بزوار موقع ريادات المستويات في هذا الفيديو الذي سوف نشرح لكم من خلاله مفهوم مركز ثقة المثلث وطريقة إنشائه ثم بعض الخاصيات الخاصة به. إذن أولا ما معنى مركز ثقة المثلث؟ بكل بساطة مركز ثقة المثلث هو نقطة تقاطع متوسطات المثلث. شنو قلت؟ متوسطات المثلث ماشي واسطات أو غير ذلك. هناك عدة مستقيمات هامة في المثلث، من بين هذه المستقيمات هناك المتوسطات. وما هو متوسط مثلث؟ بكل بساطة هو المستقيم المار من منتصف أحد أضلاعه والرأس المقابل له. إذن أول خطوة نبدأ بإنشاء متوسطات هذا المثلث. إذن المتوسط الأول، إذن الخطوة الأولى ننشئ منتصف القطعة أبي تبعد عن رأسي القطعة بنفس المسافة، يعني هذه المسافة تقيس هذه المسافة، إذن منتصف القطعة أب. ثم نقوم بإنشاء الضلع الذي يربط أو المستقيم الذي يربط هذا المنتصف بالرأس المقابل لهذا الضلع. ثم نفس الشيء بالنسبة للضلع الآخر، نقوم بإنشاء منتصف ضلع بي سي، هي نقطة تبعد عن رأسي القطعة بي سي بنفس المسافة، يعني هذه المسافة تقيس هذه المسافة. بعد ذلك ننشئ القطعة المارة من منتصف ضلع بي سي والرأس المقابل له. ويمكن أن نكتفي فقط بمتوسطين لأن المتوسط الثالث يمر 100% من هذه النقطة، واضح؟ إذن نحن ننشئ المتوسط الثالث، هذه النقطة هي منتصف ضلع AC، وهذا الضلع هو أيضا متوسط للمثلث ABC. إذن نقطة تقاطع متوسطات المثلث هي مركز ثقل المثلث، إذن هذه هي النقطة التي تسمى مركز ثقل المثلث، هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث. إذن نسمي هذه النقطة مثلا جي. إذن ما هي خاصيات جي؟ هناك عدة خاصيات. الخاصية الأولى هي أن المسافة التالية تساوي نصف هذه المسافة، يعني بي جي تساوي اثنان ضعفي هذه المسافة، يعني هذه المسافة تساوي ضعفي هذه المسافة، وكذلك هذه المسافة تساوي ضعفي هذه المسافة، وكذلك هذه المسافة تساوي ضعفي هذه المسافة، واضح؟ هذه خاصية رقم واحد. كذلك هناك خاصية متجهية بالنسبة لقارين المتجهات، اللي ما قالش متجهات ما عندهم ما يديروا بها، دونك انا هذه بالنسبة لقارين المتجهات غيفهم. المتجهة جي ا زائد جي بي زائد جي سي تساوي المتجهة المنعدمة، جي ا زائد جي بي زائد جي سي تساوي المتجهة المنعدمة. كذلك هذه خاصية من خاصيات مركز ثقل مثلث. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار المواقع الاجتماعية الموجودة هنا. إلى اللقاء.